يعني انا دلوقتي هي احنا بنتكلم عن زياده الوزن وبنتكلم عن السمنه في حسبه بسيطه اللي هي مؤشر كتله الجسم. مؤشر كتله الجسم دي عباره عن الوزن على مربع الطول. الوزن بيبقى بالكيلو جرام فوق على مربع الطول اللي هو الطول في نفسه بس بالمتر. يعني مثلا انا مش عايز ادخل ناس في متاهات، هناك طريقه بسيطه اللي احنا بنقولها بشكل مستمر، يا عم اطرح من الطول بتاعك 100 هو ده الوزن المفروض اللي انت المفروض تبقى عليه. لو اكتر من كده دي حسبه بسيطه، لكن الحسبه الدقيقه اللي احنا بنستعملها في الاعدادات اللي هي الوزن على مربع الطول. الناتج بتاعنا لو الوزن على مربع الطول كان من 18.5 ل 25 نقدر نقول ده الرينج الطبيعي، الوزن الصحي اللي احنا المفروض نكون عليه. اقل من كده نحافي اكتر من كده بيبقى في زياده في الوزن، من 25 ل 30 زياده في الوزن، من 30 ل 35 سمنه من الدرجه الاولى، من 35 ل 40 سمنه من الدرجه الثانيه، اعلى من كده بيبقى سمنه مفرطه وبتحتاج يعني بتحتاج مننا مجهود كبير.